الرسول الكريم: اذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه يوشك ان يعمكم الله بعذاب من عنده. بل ما ابلغ تلك الصورة التي قدمها الرسول صلوات الله عليه وسلامه ليجسد امامنا بشاعة المعتدي على حق المجتمع بزعم ما ان ما يفعله انما هو حقه. وفي نهاية تلك الصورة يوضح الرسول عاقبة السلبية في معاملة هذا العادي على حق الجماعة، وهي عاقبة وخيمة وبيلة، لانها الهلاك للمعتدي وللساكتين السلبيين جميعا. اما تلك الصورة فهي تمثيل المجتمع بقوم ركبوا سفينة فاقتسموا اماكنهم فيها، ثم جاء احد الراكبين وراح يثقب المكان الذي تحت قدميه بحجة انه يخصه ولا شأن لسواه به، ثم يقول الرسول حاثا للجميع على الضرب على يد هذا المهدد لامن الاخرين وحياتهم. فإنهم أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإنهم تركوه هلك وهلكوا. وإلى جانب ما تقدم من قيم رفيعة، دعا الإسلام إلى الصدق والأمانة واحترام العهد والوفاء بالوعد، كما دعا إلى الوقوف إلى جانب الضعفاء والمقهورين ونجدة المستجيرين والمظلومين، عملا من مبادئ الشرف وتمسكا بقيم المروءة واحتراما لإنسانية الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفته في أرضه قصدا إلى إعمارها وازدهار الحياة بالحق والخير والعدل وصالح الأعمال فيها.